الحقيقة كمان النهاردة بدأ معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لماتشين، ماتش أثيوبيا في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا إن شاء الله 2024 في ساحل العاج، وهيكون طبعا بعدها مباراة مع المنتخب التونسي. الحقيقة في تركيز كبير جدا كمان من روي فيتوريا المدير الفني وجهازه المعاون من أجل الفوز بالماتشين. بعض الناس هتقول لك المباراة تحصيل حاصل، مباراة أثيوبيا احنا ضامنين الفوز فيها، مباراة تونس كلنا الحقيقة منتظرينها لأنها مباراة قوية ما بين الفريق المنتخب التونسي والمنتخب المصري، لكن ده مهم. الفوز في الماتشين دول مهم جدا على تأثيره وعلى ترتيب منتخب مصر على المستوى القاري، على مستوى قارة أفريقيا. حضراتكم عارفين المنتخب المصري دلوقتي في المركز الخامس قبل إجراءات قرعة طبعا أمم أفريقيا، مهم جدا أن تحافظ على المركز دوت، وطبعا مهم جدا في التصفيات أو في تصنيفك على مستوى أفريقيا. حضرتكم عارفين طبعا وكلنا عارفين أن المنتخب استدعى أربع لاعبين طبعا من فريقنا، الفريق النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم كان شويه الناس بتتكلم ماتش اثيوبيا مالوش يعني ماتش سهل كده هنكسبه، مباراه تونس برضو مباراه وديه، لكن الحقيقه فيه اهتمام جدا من روي فيتوريا بالماتشين دول وتاثيرهم على تصنيف منتخب مصر. يعني لسه القرعه، قرعه كاس الامم الافريقيه لسه ما نزلتش، فاكيد مهتم جدا ان تكون في المركز الخامس، بتتحط على راس مجموعه وبتبعد شويه عن بعض الفرق فرق الفئه الاولى او الليفل ايه، وبالتالي بيكون عندك فرص اكتر. يعني اكيد منتخب مصر دايما فرصه موجوده على مستوى كاس الامم الافريقيه، لكن كمان مهم التصنيف على مستوى افريقيا مهم جدا لمنتخبنا، وبالتالي في تحضير كويس من روي فيتوريا، في تحضير كويس جدا من اللاعبين، استدعاء المحترفين الموجودين. يمكن سمعنا محمد صلاح يمكن هيكون بره مباراة اثيوبيا لكن ممكن يشارك في مباراة تونس، لكن كمان على مستوى محترفينا الحقيقه هيكون ليا لقاء مع حضراتكم مع احمد مجدي ضيفنا النهارده عشان في تالق واضح. عمر مرموز بيسجل في البوندز ليجا، محمد صلاح ما شاء الله حدث ولا حرج، وهتكلم في نقطه مهمه جدا على محمد صلاح لكن يعني هاجي لكم فيها، لان محمد صلاح الحقيقه يعني كان بيتعرض لحاجات كتيره جدا جدا واجواء كثيره جدا ممكن تخرج اي لعيب عن تركيزه. يعني العالم كله بيتكلم عن محمد صلاح، وسائل التواصل الاجتماعي في مصر كلنا عارفين مفيش غير محمد صلاح، هيقعد هيمشي هيروح هيجي، هناك الصحف الانجليزيه ماليه الدنيا كل يوم عن محمد صلاح متواجد، يورجن كلوب بيطلع يتكلم كل يوم في مؤتمر وبيقول كلام. في على الجانب الاخر من جانب الاتحاد السعودي او من الصحف السعوديه اللي بتاكد ان محمد صلاح هيتواجد في جده قريب. فتخيل كم الضغط الهائل على لاعب الكره محمد صلاح، ولكن الحقيقه لما بينزل تحس ان هو فاصل نفسه تماما في حته تانيه خالص، يعني ولا تاثير على المستوى البدني ولا على مستوى التركيز وعلى مستوى الاشارات. حتى لما بيجي جون تحس ان محمد صلاح يعني حاطط نفسه كده في 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 بابل تركيز وبابل مختلف تماما عن الدوشه اللي بتحصل بره على السوشيال ميديا، وده شيء صعب الحقيقه. يعني ده شيء صعب جدا لان محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم مش في مصر بس بنتكلم عليه، ده مصر والسعوديه وانجلترا والعالم كله بيتكلم على امكانيه انتقاله، هيقعد غير النجوم الكبار بتوع انجلترا واللي لعبوا في ليفربول كل واحد ليه راي، لا يقعد لا يمشي.